عبادة الطلاب، الجوائز وغيرها كثير. بنسعى من خلال هاي المنصة لأنه نساهم في حل مشكلة البطالة ونساعد على رفع مستوى المعيشة للأفراد الفلسطينيين. احنا بنعرف إنه الظروف شوي صعبة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، وبنعرف إنه في كثير شباب في صفوف العطلية عن العمل مش قادرين يلاقوا الفرصة المناسبة. بنسعى نزرع هذا الأمل، بنسعى نزرع هذه المحبة ونرفع الإمكانيات الموجودة والمهارات الموجودة عند الشباب لحتى تكون موائمة ومقابلة للمهارات المطلوبة بسوق العمل أو المهارات المطلوبة لفرصة تدريب أو لمنحة دراسية وغيرها. وتبطل بس فرص فلسطين، تصير فرص الأردن، فرص سوريا، فرص لبنان، فرص أي دولة عربية موجودة أو أي دولة موجودة بالشرق الأوسط. إحنا محتاجين كل الدعم الموجود سواء كان مادي أو معنوي، كل الخبرات ممكن تفيدنا لحتى نحقق أكبر نمو ممكن خلال الفترة القادمة ولحتى نحقق أكبر أثر اجتماعي ممكن، لأنه بنآمن إنه كل شخص يستحق الفرصة لحتى يعيش على الأقل مستوى حياة أفضل.